ما عظموا صلاتهم. يا من تترك صلاة الجماعة بدون عذر، إننا نخاف عليك من عدو ماكر أن يكون قد تسلط عليه. يا أصحاب الأعمال، في أي مجال عظموا شعيرة، عظموا فريضة من فرائض الإسلام. إن الله عز وجل يبارك لكم في أموالكم وفي أوقاتكم وفي صحة أبدانكم. ما عظمتم هذه العبادة وعظمتم غيرها، احذروا أن تخدعوا من قبل هوى النفوس والشهوات. يا أكل القار، يا أكل القار، عظموا العبادة، اترك القار، واحضر إلى بيوت الله واستجب لنداء الله. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فما هو عذر الكسالى؟ ما هو عذر الغافلين والمتلاعبين والمقدمين شهواتهم على دين ربهم وعلى حق الله عز وجل؟ وعلى حق الله عز وجل.